عدنا لحضراتكم مرة أخرى. عايز أناقش معاكم حالة أخرى على السوشيال ميديا أو على شبكات التواصل الاجتماعي. ثورة كبيرة جدا جدا في يعني الساعات الماضية خاصة بإقامة سور على كورنيش سوهاج. سور يحجب الرؤية على كورنيش سوهاج. آدي المناظر أو آدي المنظر العام. طبعا النيل يعني ده بيحجب رؤية النيل. وآدي اللي نشروه على السوشيال ميديا، طوب أحمر طالع وسور كبير بيحجب رؤية النيل على الكورنيش بتاع سوهاج. وخرج ناس كتير جدا من أهالي سوهاج، من ضمنهم طبعا الأستاذ عمر طاهر، وبيتكلموا عن هو احنا ليه بنعمل الكلام ده وازاي نعمل سور زي ده محافظ اسكندرية بدأ ينزل ويشيل الأسوار اللي اتعملت وتحجب رؤية البحر عن الناس، فليه احنا بنيجي نحجب رؤية النيل في عاصمة هذه المحافظة. خلينا نفهم ايه اللي بيحصل، ما هو السبب، وايه حكاية السور ده. على الهاتف اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج. مساء الخير يا سيادة اللواء. ازي حضرتك؟ اهلا بيك. ايه حكايه السور يا باشا؟ ايه حكايه السور والطوب الاحمر؟ تحياتي لحضرتك وتحياتي لاهل سوهاج كلهم والساده المشاهدين. هو هي المساله مش سور، والفكره كلها انت عارف حضرتك، نبدا بالاول كده. سوهاج من المدن الجميله اللي فيها كورنيش ما شاء الله شرقي وغربي زي الفل. عندنا بس هي في مشكله ان النوادي الفئويه او النوادي المهنيه كثير جدا، ومفيش حاجه مخصصه للمواطن السوهاجي، يعني ما شاء الله زي كل محافظات مصر، يعني هتلاقي لكل نقابه لها نادي، ولكن المواطن السوهاجي اللي ملوش مكان يروحه او ملوش نادي يروحه بيلاقي صعوبه شديده في ان هو يلاقي خدمات. احنا عندنا الكورنيش الشرقي وعندنا الكورنيش الغربي، ما شاء الله الكورنيش الشرقي مساحه كبيره جدا، وان كان عليه برضو احد الانديه للاسف، يعني برضو عليه احد الانديه اذا كنا بنحجب عن حجب رؤيه، فعندنا برضو احد النوادي ودي قديمه ايوه، بس الانديه لا تحجب الرؤيه قوي، يعني انا اقدر وانا واقف بره سور النادي بشوف، بص شايف النيل. طيب اسمعني حضرتك، هو السور خلاص قصته، يعني هي الفكره كلها الكورنيش الشرقي هو 2 كيلو تقريبا. احنا ما بنعملش سور، احنا بنعمل ممشى مصر زيه زي النموذج الرائع اللي اتعمل في محافظه المنيا، ان احنا بنعمل ممشى على النيل، ممشى على النيل في اخر الكورنيش تماما في المنطقة اللي غير مأهولة بالسكان، منطقة ما فيهاش عمارات سكنية خالص، قدامها أرض زراعية، ما فيش أي ثوابت في المكان ده لتقديم خدمات لرواد المكان بس مش أكتر. لكن إذا كان السور نفسه قد يكون هو الموضوع مش مشروع تجاري خالص، يمكن في بعض السادة الأفاضل من أهل سوهاج كتير قدموا الحقيقة على إن هم ياخدوا حق انتفاع في الحتة دي علشان يعملوا حاجة، ولكن ما حصلش موافقة خالص في الكلام ده. ده مشاركه مجتمعيه من الهيئه العربيه للتصنيع، احد يعني مشاركه مجتمعيه وهديه من مصنع صقر التابع للهيئه العربيه للتصنيع والتابع للانتاج الحربي، ده هديه معموله لاهل سوهاج. ايوه يا فندم، ايه هي الهديه؟ السور؟ لا الممشى كله يا فندم 300 متر. ايوه الممشى، بعد اذن حضرتك، هذا الممشى 300 متر، طب ليه انا عامل سور؟ طب ما اعمل ممشى مفتوح؟ احنا شلنا فكره السور ده خالص العالي اللي هو اللي احنا بنقوله ده، هنعمل حاجة خفيفة جدا لحاجة واحدة بس لحماية الناس اللي جوه، لأن احنا عاملين مكان برضو تجمع أطفال، أنت عارف المنطقة دي الشارع واسع جدا وبعديه كوبري، والعربيات في المنطقة دي ممكن تكون سريعة، هو حفاظا على طفل مثلا ينزل من لعب الأطفال عليه في بحر الطريق يتخبط، حد من الناس اللي ماشية، يعني هنعمل لهم حاجة بس تحجب أو تفصل، مش هنقول تحجب خالص دي عشان دي عاملة حساسية، هتفصل ما بين الممشى ده، هو الممشى كله 12 متر، يعني عرض الرصيف 12 متر، ماشي؟ هو ده اللي بتعمل عليه، هتعمل عليه ممشى للناس بشكل حضاري، هو البازلت الاسود اللي حضرتك عارفه، او يمكن النموذج بتاع المنيا تحديدا كان شيء رائع يعني. هيتعمل ممشى ومجموعه اكشاك صغيره لتقدم بقى مشروبات سريعه. هو 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 ده اللي الناس بتتكلم عنه يا سياده المحافظ. ايوه. حته مجموعه اكشاك صغيره. وانا هقول لحضرتك ليه هي القضيه بالنسبه للناس ايه. انا ما عنديش مشكله اطلاقا كمواطن ان انت تعمل ده، بالعكس ده هيبقى مكان ترفيهي جدا لينا وارتقاء حلو قوي، ولكن هذه الاكشاك هو وشها هيكون على الشارع ولا وشها هيكون على النيل وظهرها للشارع؟ ما هو اكشاك جنب بعض مع سور، انا كده ما انتش شايف النيل. اتكلم على 300 متر، لو حطينا 10 اكشاك تقدم بس مشروبات وحاجه سريعه، هي الفكره كلها كانت خدمه
للناس اللي متواجده اللي ما فيش اي خدمات في هذه المنطقه. المنطقه فعلا فيها ثلاث كافتريات ما حدش بيأجرهم، ماشي. الكافتيريا اللي هناك ما فيهاش مكان للقعده، لكن لا هي مكان صغير معمول بيقدم مشروبات ولكن بيحط كراسي في الشارع مش اكتر من كده. لكن في حاجه احنا بنقول ايه، اللي هيروح مكان الكورنيش عندنا بعيد شويه او المنطقه دي مش مأهولة بالسكان، ولكن المكان رائع وفي ممشى علوي وممشى سفلي. اللي رايح المكان ده لو محتاج حمام لازم اعمل حمامات هناك، لازم، وخصوصا ان المنطقه اللي فوق هي فعلا كان فيها كافتريات، واحده متاجره واثنين مش متاجرين ولكن ليسوا بالمستوى اللائق بالمرة. احنا بنفكر ايه؟ ان حضرتك لو رايح المشوار ده لو حبيت تشرب حاجه ساقعه، لو حضرتك حبيت تشرب عصير، لو حبيت تشرب ازازه ميه، لو حبيت كوبايه شاي، عايزين نعمل شاشه كبيره هناك ممكن نزيق. وده التجربه دي اتعملت على فكره في المسرح الروماني ولكن ده في قلب المدينه، شاشه كبيره بتعرض عليها الاحداث الرياضيه الهامه، الاحتفالات الهامه، الحاجات اللي بتتعمل دي كلها. القصه كلها لن يتربح منها حد مهين، القصه كلها اهداء، القصه كلها معموله لخدمه المواطن اللي هيجي يقعد هنا بس مش اكتر من كده. تمام يا فندم. دون ان يتم حجب الكورنيش، يعني احنا ما بنعملش اي حاجه على الكورنيش لحجب رؤيه الكورنيش او النيل. دون ان يتم حجب الكورنيش اطلاقا، ماشي. وانا بقول لحضرتك ده ملاصق لسور النادي وفي كافتريات مبنيه فعلا. احنا مش هنعمل حاجه خالص في القصه دي، احنا قلنا فعلا، انا قلت فعلا، قلت يعني يمكن كلمت المهندس بتاع الشركه اللي بينفذ وكان عنده استعداد والسور مش موجود اصلا دلوقتي خلاص، ان هو ممكن يعمل حاجه صغيره جدا، صور حدائق صغيره تمنع المرور من هنا لهنا بقصص حديد، حاجه حديد بسيطه جدا كده، فرفر جي لطيفه على النيل، بس ما تبقاش حاجه مصمطه بالطوب الاحمر والاسمنت وكده. خلص يا فندم فعلا، وتم الاتفاق عليه مع المهندس. ولسه في حاجه بس يعني انا بس احب اطمنك على سوهاج واهلها، يعني سوهاج من المحافظات الجميله اللي ناسها محترمين جدا، اللي التواصل معاهم بشكل دائم. يعني انا يمكن من يوم ما نزلت المحافظه يوم الثلاث ده مخصص لمواطني سوهاج، ايا ما كان المواطن بنتقابل. احنا يعني اقول لحضرتك على حاجه، على النبض على السوشيال ميديا لا بنتقابل وبنتكلم، وسواء على السوشيال ميديا او اللقاءات الشخصيه او الزيارات اللي بعملها. وكان لينا سوابق قبل كده يمكن في هذا الموضوع زي ده في الكورنيش الغربي، كان معمول بتنداد بشكل معين واحنا لسه بنعمله، اتعملت كراسي بشكل معين، لقيت اعتراضات على وسائل التواصل الاجتماعي، نزلت عملت استفتاء على وسائل التواصل الاجتماعي برضو مع الناس، مع الساده النواب، مع اتحاد الشباب، مع شباب جامعه، لغايه ما وصلوا للشكل المحترم اللي هم عايزينه وعملناه. هو الفكره كلها ليس هناك تربح، ليس هناك مكسب انا بدور عليه للمحافظه، احنا بندور على تنميه للناس وراحتها، وبالتالي اذا ما كانش هيعجبها يبقى خلاص انت برضو انت غرض بالظبط، انت الغرض الاول وفي الاخر انك انت تتحدث مع المجتمع وانك انت تستمع اليه. بالظبط، الغرض الاساسي من هذه القصه ارضاء المواطن، ماشي. انا بعمل له حاجه، يعني احنا النهارده مش بعمل له حاجه واجب عليه، لا ده احنا بنعمل حاجه لاسعاده، اذا ما كانش هو ده اللي هيسعده لازم نتغير بالشكل اللي هو عايزه. بس هي دي كل الخلاصه، والتواصل موجود، وفعلا بمجرد ما شفت الكلام ده خلاص الصور ما بقاش له وجود، واتفقت مع الناس لا ما مش عايز اطلاقا اصور في المنطقه دي، عايز بس حاجه فاصل بسيط جدا ما بين الممشى وما بين الشارع علشان لا قدر الله الحوادث او اي حاجه تحصل. الحاجه الثانيه ما فيش حجب للرؤيه باي شكل كان. الحاجه اللي هتتعمل علشان تقدم بس خدمات للناس رواد المكان مش اكتر من كده. وزي ما بقول لحضرتك ما عندناش متنفس لاهل سوهاج المواطن العادي، يعني الحمد لله في نوادي كتير جدا، في نوادي كتير جدا على النيل، ولكن انت عاملها مفتوحه للجميع. بالظبط كده، ده شيء جميل جدا يا سياده اللواء، هنتابع مع حضرتك هذه الانشاءات ونشوفها ان شاء الله وتكون بشكل حضاري جميل والناس تنبسط بيها. اللواء طارق الفيقي محافظ سوهاج، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله.